ادراكها والله انها سهله، وعيشوا ببساطه. سلامتك يا شيخ ناصر. خلاص نروح هناك للسلطان. روح يعني نروح كذا على طول. روح يلا سلطان، خلينا نتمثلها في حياتك. حكمه، بيت، شعر، يعني دائما تحب تردد وتحس انها ساعدتك على تخطي بعض الصعاب. شوف يا دكتور، انا ماشي على الحياه هذه اني ما اسمع اول خطا، ما اوقف عنده، اني لا جاء احد اخطا علي ولا شيء ما توقف انسى، ماشي له في قلبي. ما شاء الله تبارك الله. كذا تريح نفسك وتعيش في راحه، اهم شيء ان راحه بالك، يعني انك ما تعدى على احد، ما تخطي على احد، تحفظ لسانك، تحفظ كلامك على الناس عشان تعيش براحه. ما شاء الله تبارك، وتكفي الناس شرك وخيرك. كلام جميل والله. سبحان الله، لو الواحد قل له حط كيس اسمنت على ظهرك وامشي به ما يقدر. نعم صحيح، الاحقاد والحسد اكبر من كيس الاسمنت. نعم صحيح. فاذا كان الانسان ما يمكن يتحرك وهو شايل ثقل على ظهره، فكيف يتحرك والاحقاد في قلبه؟ ما يقدر. كلامك جميل، يعني تخفف حتى تستطيع ان تسير في هذه الحياه. في عندي بس كلمه واحده بس، القناعه. اقتنع بما عندك، بما اعطاك الله، لا تنظر للي فوق ولا تنظر للي تحت، اقتنع بما عندك، تعيش بكل سعادة وتنبسط في الحياة. كلام جميل. طيب روح فؤاد. لو قال لك واحد أنا تعبان في هذه الحياة، وش تقول له؟ رجعني قال أنا تعبان في هذه الحياة؟ لا لا، قال لك أنا سعيد، تفضل. أكيد. يعني قال ميدي جاني وقال يا فؤاد انا تعبان. حلوه ميدي هذه، بقول تامل في وجهي كذا. ميدي يعني لي صح؟ ايه ايش؟ يعني نعم نعم. اي بقول تامل في وجهي كذا. اه ما شاء الله. نعم هذه ثقه اللي هذه علاج. يعني انت واثق لهذا الحد؟ الحمد لله، هي ثقه وان شاء الله انها ثقة. من وين اكتسبت الثقه هذه؟ من نفس. تأيده يا بد؟ والله شوف، هو قال لك أنا أقول واحد شوف في وجهي يرتاح بإذن الله. عجيب. نعم والله أنا شخصياً أنا أرتاح، بس ما أدري. خلاص أجل شاهد لك بدر، أمورك تمام. طول عمرك. الحساب بعدين. هو حتى ترى مع الأبناء، ترى هو قالها بالمزح بس جميلة. يقولون سبحان الله، الطفل إذا كان في البيت، نبدأ من الصغر، المحبوب في بيته سيشعر أنه محبوب في كل مكان. نعم. فبالتالي الأب والأم حتى الإخوة اللي يعطوا قوة ومناعة داخل البيت، سيخرج الإنسان بعدها إلى الحياة ولن ينكسر بإذن الله، لأنه عنده قوة وعنده مناعة والبيت أعطاه شعور. لكن البيت اللي فيه صراخ وفيه خلاف وفيه آلام وفيه تشنج على أبسط الأشياء، يخرج الولد متعب إلى الحياة. صحيح. فكلما أشعر الوالدين ابنهم أنه محبوب يصير يتكلم مثلك، يعني هو واثق أنه جميل. الحمد لله. الله يسعدك يا وإن شاء الله. هو كان يقول في كتاب اسمه أدب الإملاء والاستملاء، يا سلام، للإمام أبي محمد الخرائطي، كان يقول على المرء أن ينظر إلى وجهه كل يوم في المرآة، قال فإن كان جميلا فلا يقبح هذا الجمال بأفعاله، وإن كان قبيحا فلا يجمع على نفسه قبيحين بسوء تصرفه. يعني خلي الناس وكل خلق الله حسن. طيب. يا سلام يا سلام. عبد الله. اي روح عبد الله عليان. اي عبد الله داوم. وش تخصصك؟ ما في مشكله. ما ثانوي. رخصه. محروم. رخصه رخصه. انت دكتور جامعه ولا؟ انت دكتور الدكاتره يا عبد الله. انا دكتور. اي نعم. كان لي دكتور، كان ما شفتنيني، كان في المستشفى داوم. مشكلة، معناها ترى هذا الجلسة يذب علينا. قال ليش جيتوا صح؟ لا والله ما أعرف. مقبولة منك، مقبولة مقبولة. لا وش أقول، أنت تقول وش تخصي؟ تخصي يعني ايش اللي أقدر أسويه في الحياة؟ عبد الله أقول لك، لا لا جد، أنت إنسان مهذب ولطيف ما شاء الله، وأنت زرت تكامل الصحية صح؟ اي نعم، اليوم زرناه مع ابو عزوز طال الله في عمره. شوف اثنين يقودوا السياره في الشارع صح، مع الزحمه وكذا، تلقى واحد اذا واحد غلط عليه بالبساطه يعني يرفع يده ويعتذر بسهوله، يعني تلقى واحد يعني يقلق ويزاحم ويعطل الناس ويعطله.
صح ولا لا؟ صح. وتلقى واحد سهل يعني يعتذر وكذا وحاول يمشي الأمور ويمشي. صح. ونرجع للوسيط سلطان لا تدقق يعني أمشي على طول صح؟ تجاهل. لو أنت واحد في الطريق وسوى لك نفس الشيء يعني سقط عليك ضايقك بالسيارة إيش تقول له؟ التجاهل جميل. ها؟ التجاهل. الله. تدري أنه 9 أعشار الخلق يعني 9 من 10 في التجاهل. يا أخي أنت شخصية جميلة والله حكيم والله. من وين جبت الحكمة؟ خلينا نتكلم يا فؤاد. دكتور والله العظيم إذا هو يتجاهل بقطع إيدي عادي ما عندي مشكلة. لا 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 تقطع. ذاك اليوم ذاك اليوم يا دكتور. لا تقطع إيدك ولا شيء أمس. ذاك اليوم يا دكتور. هو قال يا عبد الله. خليها مستورة خليها مستورة. بغيت خانق مع واحد والله يا دكتور. بس عشان ألف بالغلط الرجال طلع عليه ذاب مع القزاز. إيش في إيش عندك؟ دكتور لو جاء يوم ما لقيتني بالقناة وسمعت فيه خبر يعني فيني جبت العيد في فؤاد عبد الله. يعني هو المشكلة. يعني ممكن يوم من الأيام تشيلون جثمانة من هنا. شفت ما يتجاهل ما تجاهل. أنت ما قلت نتجاهل وكذا. أنا سولف ما أعرف إيش ماله. أنت قلت نتجاهل. من المفروض لما يقول لك كذا قل له شكرا. قل له شكرا يلا. شكرا. يا أخي مهذب والله العظيم. عبد الله إيه جدا من الشباب ما شاء الله والله كلهم نحبهم ونغليهم وكلهم عندهم الله الله اسلوب التجاهل يا دكتور جميل اسلم قبل لا نتجاوز يعني لا لا انا ودي اكملهم كلهم ايه جت رساله من اخت سدن من ليبيا معليش سدن من ليبيا سدن من ليبيا هذه جاره الجزائر ايه تتكلم تقول قل للاستاذ انا فعلا فؤاد سعاده كل ما اشوفه على الشاشه يكون من أسباب السعادة لأنها هي أخت سدن من أصحاب الهمم من أصحاب الهمم ودائما هي من دعم فريق فؤاد ودائما ترسل رسائل فؤاد يا فؤاد خلك على الشاشة يا فؤاد إحنا الجمهور نتعب وراك وانت دائما نائم يا فؤاد ولكن أبشرك اليومين هذه صار مصحصح فؤاد ينام كثير يعني ما يطلع على الهواء الآن بدأ يحس شوي أنا شوف راح أسألهم هذا السؤال لكني أقول لكم كلمة أنا لما كنت مشارك في برنامج واقعي كان واحد يقولنا كلمة جميلة قال تأكد أنه بعد ما يكمل البرنامج ستندم على أمور من بينها على الوقت اللي كنت تقضيه بعيدا عن الشاشة ترى مو شرط لما تكون على الشاشة أن تتكلم يعني قادر تؤثر بصمتك تدري أنه في ناس يدخلوا فلوس بسبب صمتهم فقط من هم؟ غير لا 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 الطبيب النفسي مهمته أن يستمع جيدا عجيب يعني لا يشترط أنك تكون على الهواء أنك تقاطع لا بالعكس هنا لما يظهر في الموقف أن تنصت ترى المشاهد ذكي وعينه غير عن العيون يعني بعض الناس أنا في يعني أعرف برامج الواقع من 12 عاما وتخصصي علوم سياسية وإعلام ترى بعض الناس يظن أنه إذا مثال أنا قاطعت حبيبي بدر أني هنا أخذت الضوء لا أنا سقطت بالعكس ترى لما أقول لك كمل ما شاء وش دي المعلومة رغم أني المعلومة ربما أعلمها قبل أن يولد رغم أنه هو أكبر مني جد والله فلدائما أظهر لمن للمتكلم أن معلومة مهمة هنا سيحبك الناس إذا أردت أن يحبك الناس لا تتحدث عن نفسك حدث الناس عن أنفسهم هم خليهم يحكوا لك شوف اللي يجي يصطاد السمك انت مثال محب ستيك انت وش تحب يا عبد الله لحم التيوس ها لحم التيوس ما سمعت والله لحم التيوس تدري انه السمكه هل لما تجي تصطاد سمكه تعطيها لحم تيس لانك تحبه لا يجب ان تعطي السمكه ما تحب هي لا ما تحب انت فلما تكون مع الناس اشعرهم باهميتهم وانه لهم مكانه لانه احيانا قادر المتسابق يجيك الشيطان بينك وبينه لكن أنا دائماً أقولها للشباب في المجد وغيرها أنه ما يكون فقط المتسابق هو همك أنا همني أم المتسابق اللي هي والدتك كمان وأبوه اللي هو أبوك أنت وإخوانه تراهم إخوانك فحفاظك على مشاعر اللي خلف الشاشات أحياناً هو الذي يرفعك بإذن الله That's good? Nice to meet you my friend How are you? What is this? Do you speak English? Yes, this is my name is Abdullah. يا أخي والله لذيذ شيخي وحبيبي ما شاء الله اللي اتصل أخوك؟ إيه نعم. لا. ما شاء الله. أعجبني طريقة حديثك معه. الله يذكره. أنت مهذب أنت.
متربي مرتين رغم انه يكفيك واحده. الله يرحم والديك. ما في مشكله يا شيخ، انبسطت كذا صح؟ جدا حبيبي، تستحق. الله يرحم والديك. امين. وش الوصيه اللي تمنيت انك لو سمعتها مبكرا؟ يعني وصيه سمعتها اليوم او يعني قبل فتره بس تمنيت انك سمعتها قبل 5 أو 10 سنوات عشان نستفيد جميعا. ما الوصيه التي تمنيت لو انك سمعتها مبكرا؟ او اني ممكن كنت سامعها قبل لكني كنت متجاهلها. ممتاز، احسنت، ما يهم. اعمل لي اخرتك. الله، ممتاز. اعمل لي اخرتك. وش تحس انه احيانا الواحد ممكن يغيره حتى يعمل للاخره؟ الصدقه. ممتاز. الاعمال الخيريه. ابتسامتك احيانا تاخذ عليها اجر، وهي ابتسامه. ممتاز. مجرد ابتسامه. كلام جميل ورائع. الاشياء هذه ممكن نكون مقصرين فيها كلنا. وهو الذي يبقى. هو الذي يبقى للآخرة. هو اللي يخليك عايش حياتك سعيد. يا أخي رائع أنت. نروح للفهري. أرحب. منور. نورك طال عمرك. الله يسعدك يا رب. من يقول يا رب؟ هنيئا لوالدتك بك. الله يجزاك خير يرحم والديك. طيب. الإنسان يمر بمواقف في الحياة. صحيح. وش في موقف راسخ في ذهنك تتمنى أن يتكرر؟ يعني موقف سعيد حلو أو واحد سوى لك شيء تتمنى أنه هذا النموذج يصبح متكرر في الحياة وفي العالم وفي الناس. اي كذا تحس هذا الموقف فعلا لو انتشر بين الناس الناس يعيشوا بخير. الصمت. الصمت. الصمت؟ نعم. لك موقف معين حسيت انه الصمت انقذك من موقف؟ صحيح. تقدر تحكي الصمت ولا؟ الصمت عن بعض الكلام. تفتح على نفسك باب يا الانسان تغني منه. ما شاء الله. الصمت يميزك. ولئن تندم على الصمت خير من ان تندم على الكلام. صحيح. لانه لما تصمت يمكن ان تقول، لكن اذا قلت صعب الرجوع. صحيح. كلام جميل. الله يسلمك. الساعة هذه ما شاء الله من وين جاتك؟ هذه والله هدية من أمي. الله يخليك يا رب. أعظم الهدايا. إي والله. الله يرضى. وأنت وش هديتها يا شيخ؟ أنا والله ما قد هديتها شيء للآن. لو هدية عافيتي ما وش ما اسم الوالدة الكريمة؟ أنا أمي خديجة. أنا اسم أمي نبتة. الله يرضى عنها ويرضاها. اللهم آمين. وقر عينكم بها دائما. اللهم امين يا رب. الله يسعدك. الله. شوف الناس في ذكر اسماء امهاتهم مذهبين. بعض الناس ما يقول اسم امه تماما على عاده بعض العرب، صح؟ وانا وانت نقول لان الصوره في القران اسمها مريم. لا والله يفتخر. خليني اقول لك سلام. ونعرف كل اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ ما قال زوجتي، قال عائشه، سماها باسمها. لكن ترى أنا قلتها من باب المحبة، يعني الإنسان أنه الأم هذه شيء يرفع الرأس. صحيح. وإن كان أحيانا بعضهم في الأزواج يقول الشاعر وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس فأقول عنك بعض الناس كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس. يعني يقول طبخت بعض الناس وسوت بعض الناس، وهو يقصد زوجته. وأقول عنك بعض الناس كناية. الله يحفظكم. والله أني ترى من أعظم المكاسب في هذه البرامج أن تكسبوا أمهات يدعولكم وتطلع بأمهات كثير. نعم. ما في مشكلة شيخ. والدتك تسمعك، وش تقول لها؟ أقول الله يجعلني فداها ويطول عمرها إن شاء الله. آمين يا رب. والله ما لي وجود في هذه الحياة إلا بالله سبحانه وتعالى ثم فيها. ما شاء الله. ولي الشرف إني أذكر اسمها وهي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أنها جعلتني في هذا الموقف بين هؤلاء القومات. صدق. نعم. ولا حطتني حتى مدخالي في مجالس الرجاجيل مع الشيوخ ومع الكبار ومع الصغار. الفضل يعود لوالدتي، وانا افتخر اني اذكر اسم والدتي واثني عليها وزار ثوبي مقفل. رضي الله عنك. هذا برنامجك اسمه مراجل وانت رجل. يا رب يطول عمرك. وتعرف رجولة وتعرف رجولة الرجل باكرامه للمرأة اما واختا وزوجة وبنتا وكل ذات صدار خالة. اي واحدة تلبس حجاب وفستان فهي خالتك وامك، تحترمها وترعاها. لذلك شوف في الجاهلية كانت المرأة سلعة تباع وتشترى، تحتقر وتصدر. جاء الاسلام، النساء شقائق الرجال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المرأة صنو الرجل في التشريع، إلا فيما جاءت الشريعة في بعض التفريقات. ترى حتى في الميراث يعني عندنا القاعدة دائما، بعض الناس يظن أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس دائما. أبشرك، وهذا أحيانا نؤتى احنا من قبل عدم فهمنا للشريعة. وثم لما يهاجمك بعض الناس الذين لا يعرفون الإسلام فنحن نأكل الطعم. هذا نعم من الحالات، أنه يعني أنت إذا أخذت 1000 المرأة في الميراث تأخذ 500، صح؟ مرات ترث المرأة ولا يرث الرجل، مرات
تتساوى المرأة مع الرجل ومرات تأخذ أكثر منه، يعني ليست حالة دائمة مضطردة أن الرجل يأخذ أكبر من المرأة، فبالتالي إكرامك للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا دلالة على رجولتك ونبلك وشهامتك، لأنك مع الرجال أنت رجل، لكن مع الضعيفة فإنهن عوان عندكم، هنا تظهر الرجولة اللي يجب أن تحسن إليها دائما، ومهما قدمنا للأم وللأخت وللعمة وللخالة نبقى مقصرون. ابن حجر يقول عن أخته: وهي أمي بعد أمي. شوف الأدب، وهي أمي بعد أمي. بني حارث نبيه منور، منورك صديقي هذا ش... تسلم يا صديقي ما شاء الله منور والله، صديقي القديم والجديد. من اللي طقم لك شيخ؟ أنا. الحالك كذا؟ صراحة أخذت من درج زيادة الله يطول. لا يعني مين اللي قال لك هذا اللون يركب مع هذا اللون؟ لأن درجات الألوان في أنا لا والله أنها لي جايبتها أمي هدية والله. يا رجال الله والله أنا جابتها لي الله يرضى عنك وعنها، لأن درجات الألوان في اللبس تبين على ذوق الإنسان. الله يطول بعمرك متعب لا تروح لما يجي كذا والله جاك وجودك سعادة في الحياة الله يرضى عنك. أنا لي من أصدق الألوان يا دكتور. منور والله تسلم. أنت دكتور الدكاترة، وش شباب. المهنة اللي تتمناها في المستقبل؟ وش إيش؟ ماذا تتمنى أن تكون؟ دكتور إن شاء الله بإذن الله. يعني نفسي والله بشري؟ لا بشري، أنا طالب طب بس باقي أكمل دراسة. وش تخصص؟ وتتمنى طبيبا عاما ولا تخصص معين؟ لا جراحة عامة ميديكال ستودنت. ما شاء الله، ترى الأطباء البشريين يعني يوازون الأطباء النفسانيين في تخفيف الآلام عن الناس. لبيه أزعجني والله أن أزعجني لأنه يحبك. الله يحبه. المزعجون محبون.